العظمة من نجمي الأردن 2 عمان 2 النجوم 2 الله يا منتخب الزين الله يا الأردن الله يا النجومة عد أبو الكنجارو في كنجارو يوقف قدام نجمي لا والله يبطي هدف ثاني للمنتخب الأردني الآن يحسم المباراة هدف ثاني الآن يفرح قلوب الأردنيين ومن خلفهم العرب بهدف ثاني كلما زاروا عمان كلما تذوقوا الخسارة ومرارتها وحزنها وفرحتها لنا والكرة للدردور الدردور حطها وخلى الكرة في المرمى تدور وتعلن عن هدف أردني ثاني النشامة كفو يا نشمي كفو يا نشمي يا بعدي يا نشمي النشامة أما هذا دافيسون دافيسون جيبوا له بنادول دوخها ياسين اليوم وداه يمين وداه يسار جيبوا له فيتامين سي خلوه يصحصح لكن هذا فيتامين سي هذا فيتامين سي هذا اللي يسبب النشاط هذا اللي يسبب الافراح الدردور بداها في بدايه الشوط ببلنتي ويختمها في نهايه الشوط بهدف وحطها في المرمى واعلن عن تقدم الاردن بالهدف الثاني والله يا الكنجارو يا الكنجارو كنجارو مين كنجارو مين قدام النشاط الله 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 عطني صوت المدرج عطني صوت الأردنيين عطني فرحتهم وأغانيهم الدردور يضعف المرمى ويعلن عن هدف ثاني لصالح المنتخب الأردني أخي منتخب يلعب بروح منتخب يلعب بروح لازم تحب الروح لازم تحب الروح سبحان الله هذين الاستراليين ولك خذ لك منسف وروح عندهم محل حلويات حلوه هناك في الاردن والله نسيت اسمه ضبط امورك يا استرالي وخذ طيارتك ورد زعاتره والله خذ لك زعتر زعاتره الان راح يشارك هذا فرحه الوجوه الاردنيه في الهدف الثاني للمنتخب الأردني رجع يترك أرضية الملعب والآن أيضا تبديل آخر شريف عدنان راح يشارك هدفين مقابل لا شيء عمان تعرف هلها عمان تعرف هلها من زمان على مر التاريخ هذه الأرض تعرف أبناها وأبناها يعرفوا قيمة هذه الأرض إنك تفوز بالأردن انسى يا كنجارو اليابان هني خسرت واستراليا قد خسرت واليوم استراليا مرة ثانية عاد أنا ودي بثالث والمنسف علي ودي بثالث ديب بيلعبها كرة ملعوبة للمنتخب الأردني زعاتلة إلى خارج الملعب رمي التماس إلى خارج الملعب رمي التماس يوم مهم يوم تاريخي أذكر أيضا بأن منتخب سلطنة عمان الشقيق يتفقون زعلوا يا كاهل كاهل وين الروح الرياضية كاهل وين اللعب فوز وخسارة هذه طبقونها علينا بس إذا فازوا شوف 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 يا خبرة يا روح رياضية يا أخلاق رياضية وينها دائما لما يفوزون علينا روحهم رياضية ويسلمون ومبسوطين الآن بعد ما ذاقوا ويل الخسارة من المنتخب الأردني بدأ الضرب بدأ الزعل ليش ليش يا تيم كاهل ليش طبعا الياباني شاهد ما شافش حاجه ما علينا ما علينا
2-0 2 في مرماهم، والأردن على صدارة المجموعة الثانية بعشرة نقاط. الأردن إلى الصدارة، وفاول آخر وضربة حرة مباشرة. على هذه العصبية اللي عندهم اضربوا بالفاول. ولع استاد عمان الدولي، ولع استاد عمان الدولي. عامر شفيع لما احتاجوك لقوك، لما احتاجوك لقوك. عبد الله ديبيو السلام حاول وتقدم لكنها تخلصت. ندخل في الوقت بدل الضايع الان من عمر المباراه. استراليا تحاول ولكن 5 دقائق على شو؟ ايضا لا وجود لخطا في اللقطه الماضيه. كره لصالح المنتخب الاسترالي مع بعض المساعدات من حكم المباراه. عرضيه كفو يا بها عبد الرحمن خلصها. كره عاليه واماميه، بتعود الكره مره اخرى لصالح المنتخب الاسترالي. عرضيه داخل منطقه الجزاء ابعدت الى ضربه ركنيه. الباشا كاساسي هناك في بلادكم، لكن تجون عمان لا، ولك انسى تفوز، انسى تتعادل. ولا شايف هذه الكره؟ باشا خلصها. هدفين مقابل لا شيء. دقيقه مضت وباقي 4. الكره راسيه بعيدة جدا إلى خارج الملعب، ضربة مرمى من يوري ضربة مرمى لصالح المنتخب الأردني. هدفين مقابل لا شيء للنشامة، كانوا قاسين دائما مع الأسترالي دائما. الزيارة الثانية والخسارة أيضا ب2، وخطف الصدارة للمنتخب الأردني. نقل الكرة حسن أمامية، يلا زعاترة، يلا ودي بثالث، فرحوا جمهوركم بثالث. شريف عدنان، شريف إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب الأردني. ضربة ركنية من غير ما تقول لهم اتحركوا. جماهير الأردن متحركة متفاعلة مؤازرة لمنتخب الأردن. هذا اللي خذ له هدفين، والهدفين في نص المرمى ترى. البلنتي شاتوه في نص المرمى، والدردول حطها في نص المرمى، كأنهم يقولون تراك مو موجود. الدميري المنتخب الأردني يحافظ على الكرة، كرة بتعود مرة ثانية. يوريك بيحاول لعبها أمامية، اتخلصت وصلت في الزواهرة. دقيقتين ونص تبقى من عمر الوقت المحتسب بدل الضائع. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، الأردني في الصدارة والأسترالي يرجع إلى داره مهزوم، والأردن منتصر وبهدفين مقابل لا شيء. انتصار صريح ومستحق ولله الحمد. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأسترالي. المحاولة قائمة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. تيم كاهل بيحاول، الكرة تخلصت وعدت إلى خارج الملعب. كاهل هدي أعصابك يا كاهل. ذكرونا بخالد سعد، ذكرونا بأنس الزبون، وش الباية والشبول، وحسونا الشيخ ومؤيد سليم. ذكرونا بتلك الأيام الجميلة للمنتخب الأردني. يا مبروك من القلب بكل الأردنيين على هذا المنتخب، على روح القتالية. وتحية للدردور، تحية يا حمزة. يوم كبير انت في الشوط الأول، لما طحت تنسى يا حمزة انك تطلع. الليلة ليلتك.
الليلة ليلتك أنا أصفق لك، تستاهل من يصفق لك يا حمزة. حط هالدردور في نص المرمى، هدفين في نص المرمى، هدفين في رأس الصدارة للمجموعة الثانية. ورف يا علم الأردن، رف. كرة ملعوبة، خدها. تبغون ثالث؟ كرة ملعوبة، الكرة إلى وجود خطأ. آخر 25 ثانية مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان أيها الأحبة، أينما كنتم وأينما تواجدتم، زيارة ثانية لأستراليا إلى أراضي عمان، إلى استاد عمان الدولي. وكالعادة الأردني هو يفوز، لأن عمان وأرض عمان تعرف أهلها، أرض عمان تعرف رجالها، أرض عمان تعرف النشامة، أرض عمان إلى الصدارة المطلقة. والكرة الآن مرتدة، ومع صافرة الحكم الذي رفض هدف ثالث كي لا يهين المنتخب الأسترالي. ومبروك يا رجال، مبروك يا نشامة، مبروك يا عامر شفيع، مبروك لكل النجوم، مبروك لدردور، مبروك للبخيت، مبروك لحسن محمود، مبروك للدميري والزواهرة، مبروك لكل هذه الجماهير الأردنية الوفية التي آزرت المنتخب الأردني. ألف مبروك نرسلها من هنا، من دبي، من دار الحي، لهذا المنتخب الحي، لهذا المنتخب اللي يحييك والذي يستاهل التحية، لمنتخب النشامة، المنتخب الأردني. أرد وأقول يا عامر، أرض عمان تعرف رجالها وتعرف أهلها، وألف مبروك لمنتخب الأردن الشقيق، فوزهم فوزنا والله شاهد. عمرو عبد الله يحييكم، وعلى الخير والمحبة التقيكم. حسن الزغدودي، مبروك لنا جميعا، هذا المنتخب الروح تعوض أي نقص، والرجولة تعوض أي فوارق فنية، وهكذا هم النشامة. تفضل يا حسن. فعلا يعطيك العافية زميل عامر عبد الله، هكذا هم النشامة، والروح يعني أكيد تعوض كل الأشياء الأخرى. واليوم لعب بروح الفريق الواحد منتخب الأردن، تحية استحقها يعني منتخب النشامة. اليوم درس جميل، يعني درس جميل.